النهاردة هنتكلم في موضوع مهم وخطير جدا، وهو بعنوان ابنك كاميرا. يعني ايه ابنك كاميرا؟ يعني ابنك بيسجل كل تصرفاتك وكل افعالك وبيتعلمها منك، فكن حذر، لان اللقطة اللي بتاخدها الكاميرا ما ينفعش ان احنا نعدل فيها، خلاص اللقطة اتخذت. فانت لو عملت سلوك غلط قدام ابنك حتى من غير كلام، بتلاقي ابنك بيلقط السلوك ده وبيقلده، وفي الاخر تقول ابني اتعلم السلوك ده منين. فالطفل كاميرا لأبوه والأمه، فلازم نكون حذرين. بمعنى هنقول مثال، لو حضرتك كنت مع ابنك واشتريت حاجة انت وهو، والحاجة دي انت اشتريتها مثلا بسعر قليل، واكتشفت ان صاحب المحل فلوس زيادة المفروض ياخدها، فانت كان في نيتك ان انت في اي مرة تانية او لما تروح تشتري مرة تانية هترجع له الفلوس الناقصة اللي هي كان المفروض ياخدها في اول مرة. ده كان في نيتك، بس انت ما تكلمتش ولا وضحت لابنك الموضوع ده، فابنك شاف ان انت اخدت الحاجة بسعر قليل والراجل اللي له فلوس زيادة وما خدهاش، وانت ما اتكلمتش ومعلقتش على الموضوع ومشيت. فابنك هيتعلم بعد كده لما يشتري حاجة وصاحب المحل يرجع له فلوس زيادة، مع ان الفلوس الزيادة دي مش من حقه، ده الحاجة اكتر من كده، بس هيقول عادي ما بابا عمل الموضوع ده قبل كده. انما احنا في الموقف ده، والموقف ده على سبيل المثال، ان احنا نوضح له المفروض مثلا الراجل ادانا الحاجة بعشرة جنيه والمفروض الحاجة دي بخمستاشر جنيه، فان شاء الله يا اما نرجع دلوقتي نرجع له الخمسة جنيه الفرق، يا اما المرة الجاية واحنا بنشتري منه، ويا ريت يا ريت تبقى المرة الجاية وانت بتشتري منه يبقى ابنك موجود معاك، وتقول للراجل احنا المرة اللي فاتت خدنا مثلا حاجات بعشرة جنيه والمفروض الحاجات دي كانت بخمستاشر، فاتفضل الخمسة جنيه الفرق. فانت بتعلم ابنك هنا سلوك الامانة، السلوك ان هو يراجع، ان هو يعرف حقه وحق غيره، ان هو ما يطمحش في حاجة جت وهي اساسا مش من حقه، واساسا ان المواضيع دي مهمة جدا. هو انت كان في نيتك ان انت ترجع الفرق، بس ابنك ما كانش يعرف ايه اللي في نيتك. فاحنا لازم نعلم ولادنا السلوكيات دي، ان هم مراية لنا، كاميرا بتلقط بتصور. فاحنا لازم يا اما نفسر، يا إما ناخده في مواقف تانية كتير. ده بيحصل، يعني أنت مثلا رايح تصلي صلاة الجمعة، مفروض تاخد ابنك معاك يصلي معاك صلاة الجمعة، ما تقولش ابني صغير. إن أنت رايح تزور حد مريض في المستشفى، تاخد ابنك معاك عشان يبقى عارف الواجب. الواجب إن إحنا أما نروح نزور حد في المستشفى المفروض اتيكيت المستشفى إيه، المفروض نعمل في المستشفى إيه. هو ما يعرفش الحاجات دي، إنما هيتعلمها من والده لما يروح معاه. لما نروح نزور حد في المستشفى المفروض ناخد له معانا هدية، المفروض وإحنا هناك ما نعليش صوتنا، إن إحنا ما نتكلمش كتير عشان ما نتعبش المريض، إن إحنا مثلا ما نضحكش، ما نعملش أي أشياء بصوت عالي، ما ناخدش معانا أكل ناكله في المستشفى، إن إحنا نزور خمس دقايق ونمشي على طول، إن إحنا ندعي له بالشفاء. في حاجات كتيرة الطفل بيتعلمها من والده، زي ما في حاجات كتيرة الطفلة أو البنت بتتعلمها من والدتها. فالمفروض الحاجات دي نعلمها، ما نقولش ولادنا صغيرين، لا، ده بالعكس، ده ولادنا كاميرات بيسجلوا وبيتعلموا مننا، بس احنا مش واخدين بالنا. فياريت ان احنا نكون حذرين في كل تصرفاتنا في كل افعالنا، وياريت لما نعمل حاجات صح او حاجات غلط برضو نبتدي نقعد مع ولادنا ونشرح وجهة نظرنا، احنا عملنا ده ليه وعشان ايه، عشان ابننا يتعلم مننا. لان الطفل هيتعلم منين؟ بيتعلم من الكبار، وخاصة الأقربين منه، اللي هو أخوه الكبير، أخته الكبيرة، اللي هو والده اللي شايفه نموذج وقدوة له، اللي هو قدامه نموذج كبير جدا بيقلد بابا، أن ما فيش حد أحسن من بابا أن أنا هقلده، أو ما فيش حد أحسن من ماما أن أنا أقلدها. احنا دلوقتي ما اتكلمناش وخرجنا بره الأسرة، احنا كل همنا دلوقتي بنتكلم على أدوار الأب والأم والإخوات داخل الأسرة، بحيث الطفل في سن صغير بيتعلم منين؟ بيتعلم من أسرته.
فياريت نكون حذرين في التعامل مع أولادنا، لأن قلنا قبل كده إن هما كاميرات بيسجلوا، وربنا يا رب يحفظ أولادنا من كل حاجة وحشة.